حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل التي تنظم بمناسبة عيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات، وذلك بموقع مهرجان الشيخ زايد 2022 بمنطقة الوثبة بأبوظبي. وشارك في مسيرة الاتحاد حشد من أبناء القبائل من مختلف مناطق الإمارات ومدنها مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته، ليعبروا عن سعادتهم وفخرهم بالاحتفاء بعيد الاتحاد 51 لتأسيس الاتحاد واعتزازهم بحكمة قائد مسيرة الوطن صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وتعد مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسية لمهرجان الشيخ زايد ضمن احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد، ويتنوع فيها المشهد الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسية في ميدان الوثبة.